استضفنا اليوم منتدى العنف ضد المرأة، اكتم في خلال المنتدى مشاركة ناشطات وناشطين حقوقيين عاملين في مجال المرأة. تم مناقشة وتقديم عدة آراء مختلفة عن العنف ضد المرأة. كمان في المنتدى كنا استعرضنا أشكال العنف عن طريق الرسومات اللي تم تعليقها، وهي لوحات أدت فكرة عن رؤية أو الناس شايفين العنف ضد المرأة شكله عامل كيف. من خلال الرسومات بتقدر تعكس أفكار مختلفة. العنف ضد المرأة في السودان للأسف أصبح مزيج من العنف التقليدي اللي بيجي من الأسرة والثقافة والمجتمع، اللي هو بيكرس للسطوة الرجولية داخل الأسرة، داخل القبيلة، داخل المجتمع الصغير. هذا العنف التقليدي يمتزج دلوقتي بالعنف الحديث اللي هو بيجي من الدولة بعدم التقنين أو بقوانين مضطهدة للمرأة. كذلك العنف اللي بيجي من أجهزة الأمن بيجي بيكون داخل المؤسسات الحديثة، المدرسة، أماكن العمل، الشارع، مكان المواصلات. فإحنا حاليا السودان للأسف ماشي لدرجات من العمق أكبر وأكبر للمرأة، لمزيج من القديم والحديث. اكتسب موضوع العنف ضد المرأة في السودان أهمية كبيرة لدى منظمة المجتمع المدني والإعلام الداخلي وبعض القوى السياسية، بحيث أنه أمر يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي أصبحت من الموضوعات الضرورية للغاية. في هذا الأمر من الضروري بمكان أن يكون هو اتجاه للعمل المشترك بين المرأة والرجل السودانيين باتجاه القضاء على هذا العنف. في ذلك موقف الرجل يجب أن يكون متميزاً باعتبار أنه هو حتى الآن يمتلك ناصية أن يتخذ القرارات التشريعية والسياسية وأن يبني الخطط القومية من أجل أن خلق سودان منصف وعادل وآمن للجميع. يجب أن تتضافر فيه جهود المرأة والرجل، منظمة المجتمع المدني والحكومة والأفراد. وشكراً. تعرضت للمحاكمة بقانون النظام العام لعدة مرات ابتداء من عام 2002، اللي هو قانون مسنون من الدولة بيعتمد على تجريم الآخر بناء على الأيديولوجية المعتمدة على إرجاع النساء لعصر الحريم، اللي هي بتتحكم في عمل، في خروج، في كل تفاصيل الحياة اللي هي بتكون المرأة جزء فيها. وأنا ضد الفكرة دي أصلاً وضد التحكم الأيديولوجي في الحياة العامة. انتشار العنف ضد المرأة يرجع إلى النظر المجتمع الأبوي اللي إحنا عايشين فيه، النظرة السالبة، نظرة المجتمع السالبة اتجاه المرأة إنه هي كائن وجد للجنس، ما عندها أي مشاعر، ما عندها أي أهداف، سواء أن تكون خاضعة للرجل. التبعية والتمييز اللي بيحصل بين الرجل والمرأة، إنه المرأة هي تابعة للرجل. عايز أقول إنه في حالة تعرضتي لأي نوع من أنواع العنف، سواء كان عنف خاص في المنزل، في المحيط بتاعك، بتاع العمل، في أي منطقة أنت فيها، أو كان عنف مؤسسي ومنهجي، الحاجة الأولى اللي بقول لك إنه أعمليها أو أعرفيها إنه أنت ما براكي، في ناس كتار ممكن يقدموا لك مساعدة. الحاجة الثانية بناء على كده إنه أنت قوية، أنت براكي بتقدر إنك تحل المشكلة، ما في حاجة بتخليك إنك تصبري على أنه الوضع بتاع العنف اللي أنت فيه. أنت ناجية، أنت ما ضحية، أنت ممكن تغير الوضع اللي أنت فيه. الحاجة المهمة إنك أنت تثقي في نفسك، وتثقي إنه في حلول كثيرة وفي جهات كثيرة ممكن تقدم لك مساعدات، منظمات، الناس القريبين لك اللي أنت بتثقي فيهم، وإنه في النهاية العدالة لازم بتحصل، ما في وضع فيه ظلم بيستمر فترة طويلة. نحن بنتكلم عن آليات العنف اللي هي للضحية الواقعة عليها عنف، آليات الحماية يعني، اللي هي بتتمثل في توعية، آلية خدمية، قانون، عون قانوني، استشارة طبية، مناصرة. دي كلها بتجي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وبتكون بدعم من شنو؟ من منظمات المجتمع المدني. هي تعمل في خطوط متوازنة على أساس أنها تخلق الحماية للضحية الواقع عليها عنف.